انظروا إلى المجهول، اختبروا عالما مخفيا، الليل كما لم تروه من قبل. تخترق أحدث آلات التصوير الظلام الدامس لكي تقدم لنا أفضل صورة نراها. شاهدوا الأسود وهي في أقصى حالات النشاط، شاهدوها وهي تستغل الظلام لصالحها، وغيروا وجهة نظركم عنها إلى الأبد. استكشفوا معنا ليلى الأسد. يبدأ اليوم عند الأسود في الليل، ولكي نتعقبها علينا أن نعمل في منطقتها الزمنية. ما تشاهدونه الآن تم تصويره في ظلام شبه دامس. هذا هو الصيد على نحو لم تروه من قبل. تستطيعون أن تروا أن الأسود في الليل لا تنتظر الفريسة حتى تصبح ضمن مداها، بل تطاردها. في الظلام تحدد موقع ضحاياها عبر الرائحة والصوت. لا ترى الفرائس الأسود. حين تتعقب الأسود هدفا فإنها لا تستخدم عيونها إلا في اللحظة الأخيرة. لقد شهدتم عملية صيد ليلي نموذجية نفذها قتلة ثلاثة بالتعاون فيما بينهم، إضافة إلى قائدهم. لم يكن التقاط هذه الصور ممكنا إلا بفضل تقنية التصوير الليلي الجديدة. تجري معظم نشاطات الأسد في الليل، ولكن حتى الآن لم نستطع أن نسجل سوى الجزء الصغير الذي حدث في النهار. التحدي الذي نخوضه هو رواية القصة كلها. كنا نستخدم الأضواء الكشافة سابقا، حيث مكننا ضوءها القوي من تعقب الحيوانات، ولكن الإنارة القوية تمكنت الحيوانات من رؤية بعضها بعضا. لقد غيرنا السلوك الذي كنا نحاول تصويره، ولكن من دون الضوء لا ترى آلات التصوير التقليدية شيئا، حتى لو كان القمر بدرا. بتنا الآن نمتلك الوسيلة التي تجعلنا نرى في الظلام. أدت 15 سنة من التطور إلى ابتكار آلة تصوير تظهر عالم الليل بالتفصيل، كاميرا ستارلايت. ضوء القمر ساطع مثل ضوء الشمس بالنسبة إليها. تستطيع عيون الضواري والفرائس المتكيفة مع الليل أن ترى إلى المسافة التي نرى إليها في النهار، ولكن مستوى سطوع هذا الضوء أشد ب100,000 مرة. يحتاج البشر إلى مناظير الرؤية الليلية لكي يسيروا في الظلام. المشكلة هي أن الليالي المقمرة تتكرر مرات قليلة فقط في الشهر. معظم الليالي أشد ظلمة ولا تضيئها سوى النجوم. تواجه العين البشرية صعوبة بالغة في الرؤية إذا لم تحظى بمساعدة، لكن كاميرا ستارلايت تستطيع أن تظهر هذا العالم المخفي. الظلام دامس إلى درجة أن القرود التي تملك عيونا مثل عيوننا تقضي الليل في الأشجار لأنها لا ترى مفترساتها، ولكننا نستطيع. أحيانا تخفي طبقة سميكة من الغيوم النجوم ويختفي الضوء نهائيا. يتطلب هذا آلات تصوير ومعدات إضافية. في هذا السواد لا تعمل مناظير الرؤية الليلية إلا مع الأشعة تحت الحمراء. لا تستطيع الضواري والفرائس أن ترى الأشعة تحت الحمراء،
تتيح لنا آلة التصوير بالأشعة تحت الحمراء بأن نرى كيف يجعل الظلام الحيوانات شبه عمياء. ومع ذلك تنتقل الأحداث إلى مسافة بعيدة لا تستطيع حتى قوة الأشعة تحت الحمراء الوصول إليها، ولكننا نستطيع تعقب النشاط إلى مكان أبعد بهذه آلة تصوير حرارية جديدة عالية الدقة. إنها تكتشف الحرارة الصادرة من أجساد الحيوانات الحية أو التي نفقت منذ زمن قليل. بآلة التصوير الحرارية هذه نستطيع تعقب الحيوانات إلى مسافة تبلغ 8 كيلومترات. لم يسبق لصانع أفلام أو عالم أن سجل هذا المشهد غير المسبوق للعالم الطبيعي في الليل. بعد أن تزودنا بآلات التصوير الليلية والحرارية وذات الأشعة تحت الحمراء، نستطيع أن نشاهد الساعات الأشد نشاطاً في حياة الأسود ونتعقبها ليل نهار. في معظم أوقات النهار تتحمل الأسود الحرارة وأشعة الشمس القاسية، ويأتي الفرج مع الغسق. مع انخفاض الحرارة تنهض الجراء وهي مستعدة للعب. عمرها 4 أشهر فقط، وها هي تبدأ باستكشاف العالم. عليها أن تتعلم الصيد لكي تصبح أسوداً بالغة ناجحة. الحركات التي تدربها عليها أماتها ستحتاج إليها في الحياة لتحصل على طعامها. تفضل معظم الأسود الصيد في الظلام. كنا نتركها في العادة عند حلول الليل، اللحظة التي تستعد فيها هذه العائلة وكأي جماعة أخرى في أفريقيا للبدء بالعمل. نستطيع الآن التحرك معها طوال الليل إذا كان ذلك ضروريا. سياراتنا مثل مستكشفي المحيطات الذين يستكشفون عالما غامضا. هل أنت مستعد؟ نعم، لحظة واحدة. في الظلام الدامس ومع غياب القمر نرى الحيوانات العاشبة وهي جالسة تجتر. قد لا يبدو الأمر كذلك، ولكن هذه الأسود تصطاد. في هذه الليلة المنجمة لا تستطيع أن ترى الحيوانات التي تبعد أكثر من 60 متراً. إنها تحدد مكان الفريسة عبر الرائحة والصوت فحسب. إنها تصغي وتشم وتستكشف ما يجري حولها متسقطة الأخبار. حاسة الشم عندها أفضل من حاستنا بكثير. في الليل تنتقل الأصوات إلى مسافات أبعد بكثير في الهواء الكثيف البارد، وتتعرف الأسود إلى أخفض صوت. خلافاً للنهار لا تأتي الفريسة إليها عند المورد المائي، وإذا كانت تريد أن تصيد أكثر من فأرة فعليها أن تسير لتبحث عن الطعام، وذلك لعدة ساعات إذا لزم الأمر. تعطي اللبوتان إشارة فتبقى الجراء في مكانها. هذه الجراء صغيرة وضعيفة وغير مؤهلة للمطاردة. تتيح ستارة الظلام لهما الانتقال إلى العراء من دون أن يراهما أحد. عليهما أن تكونا سريعتين، فسرعان ما يكشفهما القمر للفريسة. حواسهما متيقظة. يشير صوت اقتلاع العشب إلى وجود حيوانات عاشبة في الجوار. الرائحة المنتقلة مع النسيم تعطي اللبوة فكرة عن عدد الحيوانات ونوعها. النو والإمبالا والتوبي كلها وجبات محتملة. إنهما تشكلان فريقا متناغما. في العادة تضارد إحداهما الفريسة والأخرى تمسكها.
ولكن العشب الجاف يجعل الحركة من دون صوت صعبة على اللبوة. تصغي الحيوانات العاشبة لكي تسمع أدنى حركة. أصبحت اللبوتان تحاصران القطيع من الجهتين. وتبدأ اللبوة المطاردة بالحركة. تدفع خطواتها الثقيلة القطيعة باتجاه اللبوة الصيادة. تسمع المطاردة ثغاء الحيوان اليائس. تتوجه نحو أصوات الصراع. تحصر الصيادة رغام التوبي حتى الموت. في الظلام تستطيع الجراء أن تسمع بأن أمها حظيت بذبيحة، ولكنها لن تتحرك إلا بعد أن تناديها. تقتل اللبوتان فريستهما في الوقت المناسب. بدأ ضوء القمر يغمر المكان. لن تستطيع الأسود الصيد الآن، فالضوء الساطع يشي بحضورها. تتلقى الجراء درسا في التشريح. إنها تشم وتلمس وتتعلم التعرف إلى التوبي. تستطيع التدرب على حركات القتل التي ستحتاج إليها لاحقا. في هذا العمر اللعب مع طعامها جزء مهم من تعليمها. لكن لن تدعها أمها تقترب من طريدة إلا بعد مدة. في هذه الأثناء تكمل وجبة اللحم بقليل من الحليب قبل الخلود إلى النوم. تجد الأسود البالغة حرارة النهار مزعجة. تبقى في الظل لكي تظل باردة وبعيدة عن الأنظار. غالبا ما يكون ضوء النهار محبطا بالنسبة إلى الجراء الفضولية. بينما تنام أمها تكتفي بمراقبة الحيوانات، ولكنها لا تستطيع مطاردتها. عند مغيب الشمس تستيقظ الأم وتستعد لمسير طويل. قد تكون الفريسة الأقرب على بعد ساعات. عمر جرائها 10 أشهر الآن، أي أنها تستطيع العناية بنفسها، ومئات الكيلومترات المربعة تحت تصرف هذه العائلة. بدأ عمل الليل تواً بالنسبة إلى أم الجراء. هذا عمل جيد. حتى والقمر بدر، كان تصوير سلوك الأسد الليلي شبه مستحيل. أما الآن وبوجود كاميرا ستارلايت، فنستطيع التعرف إلى عالمها. تسير الأسود بسرعة وسهولة. أخرجت هذه الجراء في جولة داخل منطقتها. قد تضطر إلى قطع 10 كيلومترات لتجد حيوانات تصطادها. التحدي هو تعقب الأسود من دون أن نفقد أثرها.
باستخدام آلة التصوير الحرارية نستطيع تعقبها على نحو أفضل من النهار. ضوء القمر القوي يغمر المكان. في الليل تستطيع عيونها أن ترى ببصر يعادل 6 أضعاف قوة أبصارنا، أي مثل كاميرا ستارلايت تقريباً. تصل العائلة إلى قطيع صغير من المارية. بدأت هذه الأشبال تواً بمعرفة الحيوانات التي تستطيع أكلها أو حتى شكلها، تقترب لكي تحظى بنظرة أفضل. قد تكون هذه فرصتها الأولى للقيام بنشاط حقيقي. الظبي فضولي مثل الأشبال تقريباً. تعرف الأم أن أشبالها تلهي المارية، إنها تستلقي بعيداً عن الأنظار. الظباء واثقة بنفسها، فضوء القمر الساطع يجعلها ترى الأسود بوضوح. بالنسبة إلى المارية، لا تبدو الأشبال صيادة. تتبع الجراء الفضولية المارية حين تتحرك، ولا يستطيع أن يرى اللبوة المختبئة إلا الكاميرا الحرارية. يهرول ذكر المارية الكبير ليظهر للجراء كم هي لياقته عالية، يعلمها بأنها لن تستطيع الإمساك به، ولكنه لا يدرك بأن اللبوة مختبئة بين العشب. تحت ضوء القمر الساطع يرى اللبوة وهي تندفع بقوة فيركض هارباً. تصل سرعة اللبوة إلى 80 كيلومتراً في الساعة، ولكنها لا تستطيع الحفاظ عليها سوى بضع ثوان بعكس المارية. رأت الأشبال هذا، على الأقل تستطيع الآن أن تتعرف إلى المارية بصفتها فريسة محتملة. ولكنها لن تتمتع بمهارات الصيد الضرورية الأخرى إلا بعد مدة. الليالي المقمرة هي الاستثناء. عند غياب القمر تضيء النجوم الليالي الصافية على نحو خافت، وحينئذ يعادل مستوى الضوء 1/20 مليون من ضوء النهار. تعوض حيوانات كثيرة عن هذا بطبقة عاكسة في عيونها، ويظهر ذلك بآلة التصوير بالأشعة تحت الحمراء. من دون الأشعة تصبح صورة بالأشعة تحت الحمراء يعطينا فكرة عما يستطيع الأسد أن يراه تحت ضوء النجوم، حيث يعزز دماغه الرؤية بصورة مشابهة. ولكن مستويات الضوء لا تؤثر في آلة التصوير الحرارية، نستطيع أن نرى كل ما يحدث بوضوح. في ليال كهذه غالبا ما تتجمع القطعان على قمم التلال، ويصعب العثور عليها هنا خاصة في هذا الظلام. ولكن هذه اللبوة تعرف منطقتها جيدا. هذه الليلة سيكون الصيد مباشراً، لكن هناك من يرافقها، أشبالها.
إنها تبدو بالغة بعد أن بلغت شهرها 14، ولكن هل تستطيع الصيد؟ تتراجع الأم، لعلها ستحضر عشاءها ولو لمرة واحدة. يجتذب صوت قطيع من النو الأشبال، حيوانات النو متوترة لا تستطيع أن ترى بعيدا في هذا الظلام. موقع الأسود المنخفض يمنحها أفضلية حاسمة، تحت ضوء النجوم تستطيع أن ترى حيوانات النو وكأنها صورة ظلية. لا تستطيع إحدى الإناث مقاومة القيام بمبادرة، وينضم أخوها إليها. هذه بداية جيدة. أغلق الفجوة وانتظر اللحظة الأنسب للهجوم، ولكن أختاً أخرى لا تزال بحاجة إلى تعلم قيمة الصبر. يسمع النو صوت خطواتها الثقيلة ويهرب. تبدو الأنثى الشابة متفاجئة بهرب الحيوانات. لم يثر هذا إعجاب الأم. سيضطر الجميع الآن إلى السير نصف ساعة أخرى قبل الحصول على الطعام ثانية. إنه درس مؤلم في الطاقة المهدورة. تطلب الأم إلى ذريتها أن تلزم مكانها هذه المرة، بينما تحضر لها وجبة لذيذة. تمشي بعكس النسيم لكي تلتقط رائحة القطيع. حين تلتقط الرائحة تستدير نحو القطيع مع الريح. آلة التصوير وحدها التي ترى القطيع. اللبوة لم تره بعد. الحيوانات غافلة عنها. باتت قريبة بما فيه الكفاية لرؤية فريستها. تقترب بحذر بعكس الجراء الخرقاء. حيوانات النو مسترخية وغافلة عما يجري. النو مثل صورة ظلية بالنسبة إلى اللبوة. أما اللبوة التي تبعد 60 مترا فهي غير مرئية بالنسبة إلى النو. لا نستطيع رؤيتها إلا بمساعدة الأشعة تحت الحمراء أو آلة التصوير الحرارية. لا يعرف النو ما سيحدث بعد قليل. انتهت المطاردة خلال ثوان. لعلها اختارت ضحية تبدو ضعيفة، أو استهدفت أقرب الضحايا من دون تركيز. في الحالتين أردنا كيف تستطيع لبوة خبيرة أن تؤمن لجرائها 6 تغذية جيدة. تعرف الجراء بأن أمراً ما يحدث من صوت الحوافر. مؤكد أن أمها قتلت فريسة لأنها تفعل ذلك عادة. عليها أن تتوجه إلى مصدر الصوت. حين تصل الأشبال تجد أن أمها لا تزال تخنق النوم.
تظهر عدم نضجها عبر اللعب معها قبل أن تبدأ بأكلها. ستأتي عليها خلال نصف ساعة نظراً لأنها فطمت تماماً. هذه الأسود الصغيرة بدأت تعرف فريستها، ولكن عليها أن تراقب أمها بدقة في المستقبل لأنها لن تظل تؤمن الطعام لها. لنأمل أن تتمكن من مضاهاة مهارة أمها في الوقت المناسب، طبعاً بعد نوم طويل. مع اقترابها من السنة الثانية من العمر تبدو قادرة على تأمين طعامها. تتمتع بأجساد الأسود الصيادة وضخامتها، ولكن هل مقدرتها العقلية وخبرتها كافيتان؟ تبدو أقرب إلى حيوانات مشاغبة لاهية، ولكن سرعان ما تضطر إلى الصيد وحيدة، سواء أكانت مستعدة أم لا، فأمها حامل مرة أخرى. حين تولد الجراء الجديدة لن يكون هناك متسع لهؤلاء الإخوة والأخوات الكبار. بقي وقت قصير أمام الأم حتى تضمن تمتع ذريتها بمتطلبات البقاء. نستطيع تتبع المراحل القادمة من التعلم بوساطة آلات التصوير الليلية. لا يكون الظلام تاماً أثناء الليالي الأربع التي يكون القمر فيها بدراً. يحجب ضوء القمر الباهر وهج النجوم الضعيف. تستطيع كاميرا ستارلايت أن ترى بوضوح، والحيوانات أيضاً. تنتشر القطعان وتستقر. الأسود الشابة مستعدة لبعض الإثارة، تتوسل إلى أمها لتأخذها إلى الصيد، ولكن مزاجها سيء جدا. إنها حامل ولا تريد أن تهدر الطاقة تحت ضوء القمر الساطع. يمكن رؤية الجراء الكبيرة من مسافة بعيدة في هذا العشب القصير. عليها أن تتعلم أن فرصها في النجاح ضئيلة إذا كانت الفريسة تراها. تترك الأم جراءها تنفذ رغبتها. الأسود المشاغبة متلهفة لصيد شيء ما. ليست الأسود هي الصيادة الوحيدة هنا الليلة. الحيوانات الصيادة الصبور مثل الضباع تطارد فريستها حتى تنهكها. لا يهمها إن كان النوع يراها. يجعل القمر الضباع تقيم الحيوان الذي تطارده بسهولة أكبر. ولكن اللبوات ترى ما تخطط له الضباع. والسرقة من الضباع مصدر دائم للطعام بالنسبة إلى الأسود. تتبع الجراء الأمات إلى مكان الحدث. طاردت الضباع نوعاً إلى أن أنهكت. تتدخل الأسود الآن.
تغتنم إحدى الأمات الفرصة لتزود الجراء بخبرة مهمة. النو منهك وعاجز عن الهرب. ولكن الجراء بطيئة الفهم، لا تزال أمها مضطرة إلى الإمساك بالنو. أخيراً تمسك به الصغيرة الأكثر جسارة. تتراجع أمها فوراً لتتيح لابنتها الفرصة لقتل ذبيحة كبيرة بما فيه الكفاية لإطعام الجماعة. تخنق اللبوة الشابة ضحيتها كما كانت تتدرب في كل عملية قتل مذ كانت صغيرة. هذه لحظة مهمة في حياتها، مؤشر على أنها مؤهلة لتكون صيادة ناجحة مثل أمها. ولكن الوقت ينفد بالنسبة إلى هذه الجراء، إذ ستصبح وحيدة قريبا وفي وقت أقرب مما تتوقع. سرعان ما تنتهي الليالي المقمرة ويعود الظلام الدامس. تجري معظم نشاطات الأسود في الليل وليس الصيد فحسب. آلتا التصوير الليلية والحرارية تمكناننا من التقاط لحظة محورية في حياتها، تحولها إلى البلوغ. ظهرت جراء عاجزة جديدة وأولويات العائلة تتغير. الأسود المشاغبة مقبلة على صدمة حقيقية. هذه الليلة يشجع غياب القمر الأسود الشابة الحمقاء على مهاجمة ذكور الجواميس الضخمة، ولا ينصح بذلك في العادة. تعرض نفسها لخطر القرون الحادة والحوافر القوية. تتمتع على الأقل بأفضلية الرؤية، رغم أنها لن تتمتع بالقوة اللازمة للإجهاز على الجواميس من دون آبائها. قتل الجواميس ليس على جدول أعمال الليلة. لم تعد الجماعة قادرة على تحمل طرد هذه الأسود لجميع الفرائس. والآن يولي أحد الإخوة اهتماماً غير أخلاقياً بأخته. فقدت الأمات الصبر. يستدعي هذا الذكر الضخم أخاه ليساعده. إنه وقت حرج. يظهر الأبوان بوضوح بأن الشباب لم يعودوا موضع ترحيب. والأسود خفيفة الوزن لن تناقش 250 كيلوغراماً من الأسنان والعضلات. انتهى زمن الأسود المشاغبة في هذه الجماعة، وبدأت أصعب أيام حياتها. عليها أن تتقن مهارات الصيد قريباً، وإلا فإنها ستموت جوعاً. في اليوم التالي نجد هذه الأسود الشابة تائهة للمرة الأولى في حياتها. تم طردها من الجماعة، لا تعرف ماذا ستفعل من دون أماتها. ليس هناك قمر الليلة وثمة حيوانات كثيرة هنا. سيكون صيد فريسة سهلا بالنسبة إلى هذه المبتدئة إذا تخفت في جنح الظلام.
عادة ما تقود لبوات الجماعة المتمرسة الصيد، إنها تنتشر وتوحد قواها وتقود الفريسة باتجاه بعضها بعضا، ولكن الحيوانات البرية منتشرة في المكان، إذا نسقت هجماتها فستنجح. هذا هو الدرس التالي، عليك أن تتعاون مع أفراد الجماعة الآخرين في الظلام. تكشف عن وجودها قبل أن تقترب مسافة كافية لترى طريدتها. يبدو هذا أقرب إلى ما فعلته الأم، ولكنها كانت صبوراً. انطلقت اللبوة المتحمسة قبل الأوان مجدداً، لم تنتظر إلى أن تحدد مكان ضحيتها عبر الصوت، ولكن فرصة أخرى تسنح مع قطيع من التوب وصغيره. إنها تنقض على الصغير، وقد نجحت هذه المرة، إنها بداية. أخيراً أمسكت بشيء. تستطيع الاستئثار بهذه الذبيحة. لقد اجتازت اختبارها الأول كبالغة. ولكن اللحم لن يكون كافياً لإطعام الجماعة كلها. في البداية يدعها إخوتها تتذوق الذبيحة، ثم يتملكها الجوع. إنها تتجاوز اختبارها الأول بطريقة ما، حيث تأخذ ما تريد بالقوة. لم يبق للصيادة شيء، عليها أن تبتعد عن إخوتها الشريهة لكي تبقى هي وأخواتها على قيد الحياة. ولكنها لا تستطيع العودة إلى البيت، فالجماعة تحوي ما يكفي من اللبوات البالغة. ينبغي لها أن تشق طريقها بنفسها في البرية. قبل أن تنجبا جراءهما، بقيت هاتان اللبوتان سنة كاملة وحيدتين. لم تتعلما أن تؤمنا طعامهما فحسب، بل طعام عائلة كاملة، ويتضمن ذلك والدي الجراء. مقابل اللحم المجاني الذي يأخذانه من الأنثيين، يؤمن هذان الشريهان الحماية، ولكنهما يستحقان ذلك لأنهما يبعدان الأسود الأخرى والضباع ويؤمنان ملاذاً آمناً للجراء. تهرع الجراء لرؤية آبائها. هذه هي المرة الأولى التي يسمح لها بالاقتراب منها. إنها مبهورة. بقي هذان الذكران حيين اعتماداً على نفسيهما، إنهما صيادان متمرسان، إضافة إلى أنهما لصان ويستقويان على الضعفاء، أي نوع الآباء الذي تحتاج هذه الجراء إليه. تحب الأسود المطر الخفيف، فالرطوبة تبردها وتجعلها مستعدة للصيد ليلاً. تخفي غيمة كثيفة الأسود في ظلام تام بينما تستعد للصيد، حتى كاميرا ستارلايت تواجه صعوبة في التقاط صور واضحة، ولكن آلة التصوير الحرارية تخترق الظلمة وتصور الحيوانات ثابتة الحرارة.
تزأر الأمان لكي تنبها الأسود الأخرى إلى أنهما ستصيدان هنا. هذا هو أشد الأوقات ظلمة في هذه السهول. مستوى الضوء هو 1/200,000,000 من مستويات ضوء النهار. الحمير الوحشية لا يمكنها رؤية الأسود، ولا ترى الأسود الحمار الأعرج في مؤخرة القطيع. الحيوان المصاب فريسة مفضلة بالنسبة إليها إذا عثرت عليه. صوت القطيع يجعل إحدى اللبوات تقترب أكثر. الحمار الأعرج يتخلف عن القطيع، ولكن هذه الليلة يجب أن تكون اللبوة على بعد 6 أمتار حتى تراه. الحمير الوحشية تملأ المكان، ولكنها لا تدرك أن هناك مفترسا بينها. الحمار الذي يزن 350 كيلوغراما يبعث على الرهبة، فرفسة واحدة منه قد تكسر جمجمة اللبوة. عليها أن تختار لحظة الهجوم بحذر. تتردد اللبوة وكأنها تنتظر ضحية بعينها. يلفت شيء انتباهها. هنا تظهر أهمية خبرتها التي تمتد لسنوات. تنقض على هدفها. لم تستطع براثنها الإمساك بجلد الحمار الرطب، ولكن أختها تبعت أصوات المطاردة وحضرت مستعدة، وها هي تمسك بالحمار. من الواضح أنهما أتقنتا فن العمل الجماعي. لا تستطيع لبوة واحدة أن تخضع هذا الحمار القوي إلا بشق النفس، بينما تستطيع اثنتان أن تجهزا عليه بسرعة. المدهش أن آلة التصوير الحرارية تظهر الساق الأمامية المتورمة لذلك الحمار الوحشي الأعرج. لعل هذا ما كانتا تسعيان وراءه. مؤكد أنهما سمعتا ضربات الحوافر غير المنتظمة. هذا مشهد مبهر يظهر كيفية اختيار الأسود لفريستها حتى من دون أن تراها. طبعا تصب جهودها كلها في صالح غاية واحدة، هي بقاء جرائهما حية. تبدأ المدرسة الليلية مرة أخرى مع استقبال جيل جديد. يظهر التصوير الليلي بأن الأسود أبعد ما تكون عن الحيوانات الكسولة التي نراها في النهار، إذ تثبت بأنها حيوانات نشيطة خبيرة، خبيرة بالحياة البرية وخاصة الحيوانات التي تستطيع أكلها. للمرة الأولى ومن دون استخدام الأضواء المنظورة، تمكنا من مراقبة الأسود وهي تستخدم حواسها كلها لكي تجعل جنح الظلام في صالحها. صورناها وهي تنقل فن الصيد في الظلمة من جيل إلى آخر، وأظهرنا أن الليل هو وقت الأسد. Mmm.